السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن قضية سلمى وإسلام، فتاة الزقازيق واللي حصل معاها يا جماعة. طلعت وقلت لكم من يومين على موضوع سلمى وإسلام، نفس اللي حصل مع نيرة أشرف حصل مع إسلام وسلمى. اللي حصل إن في شخص طعن بنت 17 طعنة داخل مدخل عمارة كانت شغالة فيها. البنت دي مين والولد ده مين؟ طلعت وقلت لكم ان هما في جامعة الاعلام وكانوا متعرفين على بعض، وكان بينهم وبين بعض خطوبة او مشروع خطوبة، وكانوا بيحبوا بعض لغاية فترة معينة. البنت قالت له انا مش هينفع اكمل معاك، او انت مش هتنفع ان انت تبقى زوج، فسابته من غير اي مبررات. فالواد قعد كام شهر ما يعرفش حاجة عنها، لغاية ما عرف في مرة ان هي في مكان معين عن طريق صاحبتها الانتيم، فنزل وتربص لها وعمل فيها كده. اللي حصل امبارح طلعت وقلت لكم ان في روشتات طلعت ان هو مريض نفسي، او ان هو كان هربان من كذا مصحة للعلاج النفسي، وكان في روشتات واوراق تدل على اللي انا بقوله. طبعا ده تقدم في النيابة العامة مع الاوراق والاعترافات بتاعت اسلام. طبعا طلعت وقلت لكم ان مفيش مبرر للقتل. الناس بقى اللي بتهجم، جماعه بصوا انا هقول لكم الفيديو بعد ما اخلص الفيديو، هقول لكم موضوع الناس اللي داخله تهجم علينا وتقول ان انتوا بتدفعوا على اسلام زي محمد عادل. الموضوع اللي معايا النهارده موضوع الرسائل الاخيره لسلمى فتاه الزقازيق. طبعا لما توفت الله يرحمها، جابوا تليفونها عشان يحرزوه، لان دي جريمه قتل مش جريمه عاديه. فاخدوا التليفون عشان يحرزوه ويطلعوا الرسائل اللي بينها وبين اسلام عشان يعرفوا الكلام اللي هو بيقوله ده حقيقي ولا مش حقيقي. هل كان في علاقة بينهم؟ هل كان في مشروع خطوبة بينهم؟ هل كانت البنت تعرفه وفعلا كانت بتحبه، وكانت زي ما مطلعين عليها دلوقتي ان كان في علاقة بينهم، والبنت كانت بتقول ان هي هتموت نفسها لو ما تخطبتلوش، ولا الكلام ده كله كذب وهو بيقول كده عشان يضلل الرأي العام. جابوا التليفون وطلعوا رسائل عن طريق الواتس بينها وبين اسلام. الرسائل دي بتقول ايه؟ كانت بين سلمى واسلام، بيقول لها سلمى لو سمحتي استوب، بطلي كلام في الموضوع ده. فسلمى بتقول له يا ريت احب حد تاني غيرك واقول لك عليه عشان تبعد عني. هو طلع وقال لها كفايه اوهام، كل اللي في دماغك ده اوهام، انت عمرك ما هتحبي واحد غيري لانك انت بتحبيني، انا عارف اخد حق منك ازاي. فسلمى ردت عليه وقالت له انت مشاعرك مضطربه ومضطرب نفسيا. رد عليها وقال لها كويس انك عرفتيني كده عشان اخد روحك قبل ما تعملي كده. يعني هي طالعه بتقول له ان هي عايزه تحب اي شخص تاني غيره، وتطلع تقول له عشان يبعد عنها عشان هي زهقت منه. هو رد عليها وقال لها انا عايزه اخد حق منك، واعرف اخد حق منك، وكويس ان انت عرفتيني كده عشان اخد روحك قبل ما تعملي كده. بعد كده قال لها انت تسلمي قولي لي حاجه واحده انت عملتها لي. سلمى قالت له انا عملت لك حاجات كتير قوي، كنت بقدم لك حاجات كتير قوي، وانت كنت كمان بتقدم لي حاجات كتير قوي. راحت سلمى كاتبه له يخرب بيت معرفتك وجلبتك اللي اسود من الليل. فهو رد عليه وقال لها يا بنتي اعمال السنه بتاعتك مية مية بسبب شغلي اللي عملته لك، وكنت بسهر وبسيب العمل بتاعي عشانك لغاية ما عدت السنة بسببك. انت نجحتي وطلعت التانية على الدفعة وانا عدت السنة. فكتب لها انت نكرة للجميل. فهي راحت قالت له الله يكون في عونك على اللي في دماغك. فهي بتقول له انا ما ذاكرتش عشان نفسيتي تعبانة بسببك. فقال لها انا يعني اللي نفسيتي حلوة قوي، ما انا كمان نفسيتي تعبانة بسببك، انت ضحكت عليا لمدة 3 سنين. راحت قالت له ايام كنت بحبك وكنت متعلقة بيك ومستعدة ان انا اتخطب لك، لكن دلوقتي خلاص انا ما بحبكش ومش عايزاك، وهرتبط بشخص تاني غيرك الايام اللي جاية. دي اخر محادثة بين اسلام وسلمى. طبعا زي ما قلت لكم
لما يكون في قضية زي دي لازما يطلعوا ويجيبوا ياخدوا الموبايلات ويحرزوا الرسائل اللي كانت ما بينهم. الرسالة دي بقى في حقوقها كلها بيفهمك ان كان في علاقة بين سلمى واسلام، وكان المفروض على فكرة هيتخطبوا. الواد اتقدم لها مرة في بيتهم ومرة عند الجامعة لما حكيت لكم في الفيديو اللي فات، وفي المرتين اترفض بسبب التاتوهات اللي على جسمه، بسبب المواد المخدرة اللي كان بيشربها، وبسبب أسلوب حياته، وبسبب إن هو ما بيشتغلش وبياخد مصروفه من أبوه وأمه، وأبوه كان رافض الموضوع ده. والبنت كان فيه بينه وبين علاقة بينه وبينها علاقة حب بأمارة الصور اللي نازلة، عشان بس داخلة الناس ترمينا بالباطل وتقولوا انتوا بتطلعوا كلام. البنت كان في بينها وبينه علاقة بأمارة الصور اللي نازلة يا جماعة، مش معقولة واحدة ما فيش بينها وبين الشخص ده أي حاجة وما تصورتش معاه ولا وطالعين الصور دي مفبركينها مثلا، الصور مع بعض مرة وهي ماسكة إيده، ومرة في العربية، ومرة وهما بيتفسحوا، ومرة وهما نايمين وحاطين دماغهم جنب بعض. يعني في علاقة، إحنا مش جايبين كده من دماغنا. موضوع الناس اللي داخله بقى تيجي معانا في الفيديوهات يا جماعه وتقولوا ان انتوا جايبين روشتات وبتدافعوا على القاتل وبتقولوا ان هو مريض نفسي وعايزين تجروا الناس في نفس موضوع محمد عادل. اولا نيره اشرف ومحمد عادل غير سلمى واسلام، نيره اشرف ومحمد عادل حاجه وسلمى واسلام حاجه تانية. سلمى واسلام كان في بينهم مشروع خطوبه والبنت كانت بتحبه، وفي رسائل بتبين ان البنت كانت بتموت فيه، وكانت كاتبه في رساله ان هي لو ما اتخطبتلوش هتموت نفسها. احنا ولا بندافع على محمد عادل ولا نيرة اشرف ولا سلمى ولا اسلام، احنا كل اللي بنقوله تحقيقات، مستجدات في القضيه، اعترافات، الحاجات اللي بتظهر بنجيبها لكم، لكن لا مبرر للقتل، لا مبرر لواحد قتل واحده في الشارع قدام الناس، ما بندورش على مبرر. حتى لو طلع مريض نفسي زي ما قلت لكم في كل الفيديوهات وكان هربان من المصحه وكان مجنون، ده مش هيعفيه ان هو ياخد عقوبه في الواقعه اللي هو عملها، لان الواقعه اللي هو عملها واقعه هزت الدنيا زي ما بيقولوا. مش كل واحد بقى يروح يعمل واقعه نقول ان هو مجنون او مريض نفسي، لا، هياخد العقاب اللي ليه بيه. وتاني احنا ما بنبررش لحد، واحنا ما بندافعش على حد، احنا كل اللي بنجيبه لكم تحقيقات واعترافات وحاجات حصلت حقيقي عشان نجيب لكم الحقيقه من جميع الجوانب، لكن احنا ملناش راي، احنا بس بنقدم لكم الواقعه والحاجات اللي ظهرت في الواقعه. لا حول ولا قوه الا بالله، هو يستاهل الاعدام ويستاهل القتل ويستاهل الاعدام بدل المره كذا مرة، ويستاهل إعدام في ميدان عام، وإحنا ما بندافعش على قاتل، لا مبرر للقتل. خلي بالكم من بناتكم، خلي بالكم من عيالكم يا جماعة، لأن ده كله ناتج عن التربية.